FM. الكلمة ليك. كانت أزمة سياسية أمنية في الدرجة الأولى، تعرفوا قبل نرجعوا للوراء في 2011، في 14 جانفي 2011 كان نوعا ما تم استهداف ما يسمى المؤسسة الأمنية بالدرجة الأولى، وكانت مؤسسة نوعا ما تم إضعافها لأقصى درجة. عملية البناء اللي صارت بعد، فما صارت فيه أخطاء، صارت فيه أخطاء فيما يتعلق بإعلاجه، والموضوع مطروح الآن هو بناء ما يسمى بمؤسسات بعيدا عن التجاذبات السياسية والأحزاب إلى آخره. مفهوم الأمن الجمهوري، الأمن كلمة جمهوري من حبهاش، أنا أقول أمن هي مؤسسات. لما نشوفوا ديمقراطيات عريقة حتى ولو مهما يكون النظام السياسي، مثلا في 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 تونس نقول والله النظام السياسي ما يساعدش، يلزم رئاسي أحسن من كذا، لا نتجاوز هذا، هذا الدستور أقر شيء معين وتجم تغيره بعدين. لكن الإشكال الكبير جدا هو أن هل فكرنا في وضع ما يسمى بمؤسسات تكون بعيدة، وكل أحزاب تتفق إلى تبعدها عن ما يسمى بالتجاذبات السياسية وتقوم بعملها. وأنا اعتقادي فما تعافي كبير جدا بالنسبة للمؤسسة العسكرية والأمنية. العسكرية من الأول كانت عندها موقف واضح جدا، الأمنية أيضا لا هي تبني في في روحها، لا هي شيئا فشيئا تحاول أن أمردوا بنا، معناها نقول أنا حذاري، يلزم بقدر الإمكان فما بناء مازلنا ما دخلناش فيه، هو الإصلاحات جوهرية فيما يتعلق بمؤسسة الدولة وخاصة المؤسسة الأمنية. الكلمة ليك.